صدرك تصف سني صرح وقيك جكاتي يهاجم البطل ونقول مبروك لنزال نيشن وصلت 500 لايك. إذا كنت تعرف أن حمزة شمايف هو سويدي فإنك تعرف أن حمزة شمايف يتدرب مع ألكساندر كاستفسن. ألكساندر طلع وقال كلام مستفز شوية، قال أن حمزة هو المقاتل المتكامل، قال أعتقد أنه قادر على هزم كومارو عثمان ويضع للنوم، بس راح أعتقد أنه إذا لمس دغنه فمن المحتمل أن ينام كومارو عثمان. وأنا أحب كومارو عثمان إنه بطل عظيم، كان لتو يحط مقام قياسية، ويسعدني رؤيته يقاتل لأنه قاتل تقني جيد جدا، ولكني لا أستطيع رؤيته يأخذ لكمات حمزة. والله كلام مستفز جدا. وفي أخبار أخرى، كيغا تشيكاتسي يستهزئ بالبطل فولكنوفسكي بعد ما ألغت مباراته مع ماكس هالوي. اختار داكوريان زامبي ليكون بديله. كيغا تشيكاتسي مباراته الجاية تكون مع كلفن قطار، تكون يوم الأحد الجاي إن شاء الله. بعدها بيعلق فولكنوفسكي، لكنه قال عن البطل لقد اخترت خصما مش بذاك الزود. مباراته جاية تكون مع اللبناني كلفن قطار. وفي خبر آخر، بريف 57 المؤتمر الصحفي كان أمس موجود على اليوتيوب، وتم الإعلان عن مباراة بنتن ويت بين حمزة كوهيجي وبراد كاتونا. إن شاء الله حمزة يشرف بلده البحرين. وفي خبر أخير، اجتاحت نزال نيشن MMA 500 لايك. شكرا جزيلا.